عارفة ان مراتك بتحب تشاركك كل تقريبا لحظاتك، يعني لو مراتك قالت لك لو جالك عرض احسن من النادي الاهلي بمقابل اعلى تسيب النادي الاهلي، ايه رد فعلك؟ هي مراتي ملهاش في الكورة خالص، يعني مستحيل تقولك السؤال ده؟ هي متعرفش حاجة في الكورة، مش فنيا كورة، يعني ممكن مثلا كزوجة حاجة. بتستشير زوجها؟ لا لا استشير في النادي الاهلي مفيش استشارات. يعني مستحيل مثلا، مستحيل انه مراتك تقول لك الموضوع ده؟ لا هي مراتي موضوع الشغل او حاجه ملهاش علاقه بيه خالص، يعني ما هي ملهاش في الكوره او في الرياضه، بتدعمني لو محتاج ان انا نفسيا او معنويا او شايف ان انا متضايق او مخنوق، لكن قرارات الكوره دي خاصه بيا انا، يعني ما حدش له علاقه بيها يعني خالص. لكن هي عارفه يعني ايه اكتر واحده يعني عايشه معايا واكتر واحده مرتبطه بيا وانا مرتبط بيها، فعارفه حبك للنادي وارتباطك بالنادي، ف يعني عارفه انا بحب النادي قد ايه يعني، فهي بتحب النادي حبت النادي من خلالي يعني، لكن هي ملهاش في الكوره خالص.